نقلة نوعية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشهدها دولة الكويت من خلال تنظيمها للمعرض الوطني لنقل المعرفة عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي ستنطلق فعاليته فبراير المقبل. وهذا المعرض يربط ما بين الممول وما بين صاحب الفكرة من المشروعات الصغيرة أو المتوسطة، ويجمع بأرضيته 300 شركة عالمية تنقل الإبداع والابتكار والفكر التجاري إلى دولة الكويت، بالإضافة إلى موجود الممولين وإلى القطاع المصرفي الداعم لهذه المشاريع. الجميل في هذا المؤتمر بأنه يعزز ركيزة أساسية من ركائز خطة التنمية، وهو الاقتصاد المتنوع المستدام، والذي يرتكز ارتكاز رئيسي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. دولة الكويت من خلال هذا المعرض تؤكد على دعم الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة، بما يساهم في تنويع مصادر الدخل ودعم منظومة الاقتصاد المعرفية. بناء على توجيهات من سيدي حضرة صاحب السمو، تم الموافقة على رعاية هذا النشاط الذي سوف يحاول أن يبني الجسور ما بين مؤسسات عالمية في أوروبا وفي الولايات المتحدة وأيضا في آسيا مع المشروعات الصغيرة والابتكارية الوطنية. وحقيقة هذا الدعم من حضرة صاحب السمو هو استمرار لنهج تم اتخاذه من قبل أكثر من 7 سنوات في دعم الشباب في جميع المجالات. كفو إن شاء الله في أكتوبر راح يكون في مؤتمر صحفي لإعلان الانطلاق الرسمي لهذا المشروع، الذي هو يمثل قاعدة بيانات للكفاءات الوطنية الشابة في جميع المجالات، وأيضا خلق منتديات ما بين هذه الاهتمامات الشبابية سواء في الاقتصاد أو الرياضة أو أي نشاط آخر، وإن شاء الله سوف يتم الإعلان عنه. المعرض الوطني لنقل المعرفة عبر المشروعات الصغيرة يهدف إلى نقل السلع الابتكارية والفرص الاستثمارية وتقديمها مباشرة إلى المستثمرين والمبادرين من الشباب الكويتي للبدء في نشاطهم الاقتصادي والتجاري. فرح ناخذ الفرصة في وجود اللي تفضلوا فيه اليوم 300 شركة أجنبية مدعوة للكويت، لنرى كيفية ربط المشروعات الصغيرة الكويتية مع هؤلاء. أهمية تبادل المعرفة ما بين شباب وشركات العالمية، وهذه اليوم حرص وزارة الدولة لشؤون الشباب على دعم كافة المبادرات التي تهيئ البيئة المناسبة لاستقطاب الشباب وتبادل الخبرات في خصوصا في مجال المشاريع الصغيرة، يعتبر هي أحد أعمدة اليوم الاقتصاديات اللي يعتمد على الشباب. جهات عديدة ستشارك في هذا المعرض، وخاصة الجهات المعنية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق رؤية الكويت بأن تكون بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمار. مروى محرم، تلفزيون دولة الكويت.